انتقالية. كل الإساءات إلى الأشخاص موجودين أو خارج قاعة المحكمة. سيادة القاضي أريد أتكلم من فضلك. أعطيك فرصة بعدين. أعطيك فرصة. أعطيك فرصة كاملة. لا 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 تقاطع المحكمة. أنا ما أريد أستمر هنا. الفاضل. أنا ما أريد أستمر هنا. لا تقاطع المحكمة. أعطيك فرصة كاملة للكلام. لا تقاطع. أستمر هنا. تفضل سيد مدعي العام. عندكم قدموا ما لديكم من الأدلة. جينا عزاء العهد تقول ندخل ونرجع. أنت تقاطع العهد يا سيد. قعدوا قعدوا. بس تدخلون ترجعون. قعدوا. وأنت شكلك أنت قلت هالشكل مو عيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس المحكمة المحترم، سادة الأعضاء المحترمين، نظرا لتبليغ المشتكين عدة مرات وعدم حضورهم في هذا اليوم، نطلب من المحكمة الموقرة إلا بالقوة المفرطة تلاوة أقوالهم أمام المحكمة، هذا جانب. وبعد الإفراغ من تلاوة أقوال المشتكين الذين لم يحضروا جلسة هذا اليوم، هناك شهود 6 نطلب من المحكمة الاستماع إليهم مع التقدير. سيد الفاضل قدمهم. جابونا بقوه على عاد يا سياده المدعي العام، انت تمثل القانون والحق العام. دقيقه بابا دقيقه، راح نعطيك فرصه كامله للكلام. انا ما انت يعني طول الوقت تقاطع المحاكم بهذا الاسلوب، يعني بهذا الاسلوب. انا ارفض بهذا الاسلوب. اين محاميه؟ اين الموكلين؟ اين المحامي مالي يا سياده العفو سياده اين محامي رئيس المحكمه؟ اذا تسمح لي تفضل. بما انه هم متمسكين بمحاميهم وبما ان محاميهم قد انسحبوا، اطلب اخذ رايهم بتوكيل محامين اخرين غير المحامين الذين سبقوا وان وكلوهم، وهذا حق للمتهمين ايضا، اطلب مراعاه ذلك مع التقدير. الطلب مقبول، يعني الطلب مقبول من قبل المحكمه. تتوكلون محامين اخرين جدد او الساده الاساتذه يدافعون عنكم؟ لا نوكلهم. نحن نطلب المحامين مالتنا يجون. محامين مالتكم مع احترامنا مدى يجون باختيارهم؟ مدى يجون؟ انت طردتهم. محامين مالتكم مدى يجون؟ انت طردتهم. انتم المحكمه تطبق القانون. سيد رو هذا لا يحبوني، هذا لا يحبوني. لا 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 اتركوا اتركوا. اتركوا اقعد مكانك استريح يا با. استريح ما من تريد الكلام اعطيك فرصه. خلوا يا با اتركوا. انتوا الخيار لكم بالنسبه توكلون محامين اخرين غير المحامين الذين تركوكم او محكمه تطبق القانون. احنا نحترم اي عراقي. ونشكر المحامين على وقفتهم في أن يتوكلون عنا، ولكن نحن لدينا محامين أوكلناهم من قبل. أي تمام. وسحبوا من الجلسة بعد أن ضربوا داخل القاعة وأمام عينك يا من الذي ضربهم؟ من الذي ضربهم؟ ما حد ضرب. لا ضرب نقيب المحامين الأرضيين أمامك. جهاز الادعاء العام موجود. وضرب ادعاء العام أمامك. ضرب برزان أمامك. أمامي ضرب من ضربه؟ وسجل. ماكو شيء هذا قبرك. ماكو شيء. ما حد ضرب يا قاضي العراق. أنت السريع. أنا بعدين أعطيك الفرصة. هذه مو محكمة قانونية، محكمة عراقية قانونية. لعبة. الجماعة جو علينا قالوا لنا إلي شخصيا أنت تروح للمحكمة أمام الحاكم تقدر تقول أنا ما أستمر وتنزل. وإذا فاجأنا بأنه يصير جلسة للمحاكمة.
أنا ما أستمر في هذه الجلسة إلا في حالة حضور المحامين مالتي. الشيء الآخر سيادة القاضي إذا تسمح، موضوع الجانب الصحي مالي. الجانب الصحي أنا المعسكر الأمريكي هو الذي أجرى الفحوصات بالطبابة الأمريكية والمختبرات الأمريكية، وهو بلغني بالنتيجة، والآن هم ينطوني بعض العلاجات للمرض مالي. فموضوع مرضي ليربط التقرير بأوراق الدعوة، المسؤول عن الموقف يربط التقرير بأوراق الدعوة. وأنا أقول للمسؤول عن الموقف. إحنا هذا تبليغ رسمي. أنا الموقف. يا سيادة القاضي، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ذكروا حول موضوعي وخولوا المحكمة. هذول مو رؤساء، هذول مجرمين. ايه. ورئيس رئيس الجمهورية. نعم. خولوا رئيس المحكمة النظر موضوع. الموضوع قانوني صرف. أنا ما أطلب منك يكفل القانون. من حقك. القانون الإصلاح الاجتماعي ينص بالحرف يقول إذا أي سجين صاب بمرض غير ممكن شفاؤه عليه أنه يطلق سراحه لتلقي العلاج والوضع النفسي مع عالي. أنا أريد تطبيق هاي الفقرة. المحكمة تقوم بدراسة الأمر بعد ربط جميع التقارير. سيادة القاضي. سيادة القاضي اسمح لي. أنا بعثت برسالة إلى رئيس المحكمة طيب الذكر الأستاذ الكريم روزجار الشجاع الوطني. عافية. ونسخة منها إلى السيادة سيادة المدعي العام الأستاذ جعفر، وخبرتهم بوضعي. هذه الرسالة كانت في 6 نوفمبر، 6 شهر 11. إلى لحد الآن هسه لما صارت جزء من التمثيلية أنه صار إعلان أنه راح تحيلونا إلى لجنة طبية. أنا مو مريض بمرض داء الشقيقة أو أنه بمرض بسيط. عامل الزمن يا سيادة الأستاذ، عامل الزمن مهم جدا في قضيتي. فأنت إذا تخاف الله، وأني أشك بهاي، وإذا أنت بضمير إنساني قرر وطبق القانون، طبق القانون واطلق سراحي لكي أروح أتلقى العلاج. وإذا تريد مني سيادة القاضي، إذا تريد مني أنطيك تعهد، مهما شنو التعهد تريده، إنه أنا أجي أحضر جلسات المحكمة، أنا أكون ممنون سيادة القاضي. ليش أكون ممنون؟ لأن أنا عندي قضية لازم أدافع منها، ولي شرف إنه أدافع عن قضيتي. تلاحظ؟ فلا تخب. الشيء الآخر سيادة القاضي أرجوك. بس انطيني كمل. مو انت ذاك النهار سويت علينا الهوسه ذيك على مود كمل وما كان لازم تصير الهوسه ذيك. كمل. ايه. الشيء الاخر سياده القاضي، اخاف يجي ببالك انت او غيرك انه انا حزب البعث محتاجني. حزب البعث يشتغل على 24 حبايه. لا تدخل بقضايا سياسيه. لا مو سياسيه يا استاذ، هذا مو سياسه. انت تقول انا مريض، احكي بحدود مرضك. هو دا احكي لك على مرضي، دا اقول لك انه اخاف يجي ببالكم انه اني اروح اشتغل للحزب. حزب البعث ما محتاجني ولا محتاج غيرني. هذا امين عام الحزب الان بالسجن صار له 2 سنين، وحزب البعث موجود تلاحظ ويتكلم ويشتغل. يا سياده القاضي، فارجوك انت ومن غيرك لا تروح لهذا الراي. فاطلق سراحي لغرض تلقي العلاج ولك وانا اشكرك على هذا. ديابه انت كملت حكيك، كملت يعني حكيت هواي. احنا محاليك اللجنة الطبية، وحسب التقرير الطبي ذاك الوقت المحكمة تصرف انت عن طريق محاميك، قدم طلب، وضح ما لديك. انا وضحت وبعت لك يوم 6. خذ مكانك. لا خليني اكمل يا استاذ. يعني شو تكمل اخي؟ ساعدة تحكي انت ما تبع. هي حق اتكلم الباشر سيادة القاضي، يعني انا القانون يضمن لي انه اتكلم. ليش انت صدرك ويج من عندي؟ يابا ننطيك فرصة، من يجيك فرصة ذاك الوقت. هسه انت اخذت من وقت المحكمة ربع ساعة. من وقت المحكمة؟ من البداية الى النهاية بس الفحص وتقرير طبي. احنا قلنا حلناك. يعني حياة انسان بالنسبة لك لا شيء، ياخذ وقت ربع ساعة يعني هواية بالنسبة لك. حياة انسان دا يموت. انا دا اموت
بالتدريج. انا دا اموت تدريجيا، انت دا تقتلني، انت دا تقتلني. انت يعني الظاهر يعني عن هالطريقة يعني تريد اخلال بسير المحاكمة. دخذ مكانك. انا ما اخل بسير المحكمة. ولكن انت انتقائي يا سيادة القاضي. استاذ خلي المشتكين يعني. لا العفو، اذا ما موجودين تلاوة افادات. تلاوة قاضي المحكمة، هل يجبر المتهم نقطة قانونية حتى انا افهمها واتصرف على ضوءها، هل يجبر المتهم على حضور المحكمة بدون محامية؟ محامين موجودين. لا هذولا أنا مع احترامي لهم والعراقي على رأسي، خاصة محاميك موجودين، وإحنا نطبق القانون اللي شرعه من كنت رئيس للجمهورية. المحكمة تطبق القانون الصادر من كنت رئيسا للجمهورية. في حالة عدم حضور محاميك المحكمة توكل أو تندل محامين ليدافعون عنك. المحامين موجودين ويدافعون عنك بشكل قانوني. تنطيني مجال؟ انطيتك مجال واي، هم انطيك مجال. سبحان الله. هم انطيك مجال. سبحان الله. المحكمة تقول سبحان الله. سبحان الله، الحمد لله. يلا. لو متهم بقضية مالية، حتى نقرب للصورة، وصدر عليه أمر من المحكمة أن يحضر جلستها المؤرخة في فلان يوم وامتنع، هل تأتي به المحكمة مقيدا ومجبرا بالقوة أم تصدر قرار طبقا لحقوقها القانونية غيابا؟ نص القانون أنه في حالة إخلال المتهم بقواعد وأصول الإجراءات، وفي حالة امتناعه عن الحضور أمام المحكمة، ستطبق القانون بحقه بإحضاره جبرا أمام المحكمة، وإحنا طبقنا القانون. هذا بأي مادة في القانون؟ 145 من الأصول الجزائية و 156 ايضا من الاصول الجزائيه. بامكان موكليك وكلائك المحامين يطلعوك على نص المادتين. السؤال الاخر القانوني، اي المتهم ان لم يكن له محامي دفاع المحكمه تعين له محامي؟ بلي. اي بمعنى المحكمة ملزمة وليس المتهم ملزم. أي فالآن تطبق إنه المحكمة ملزمة بأن تعين، بينما النص القانوني لا يقول إن المحكمة ملزمة في حق المتهم، وإنما ملزمة المحكمة بتطبيق حق للمتهم عليها أن توكل محامي. هذا هو الفرق بين الحالين، ولذلك المحكمة من حقها أن تقول للمتهم إن لم يكن لديك محامي أنا أوكل محامي، فإن قال لا فليس لها حق إجباري، لأن هذا حق للمتهم وليس حق محكمة. هذا جانب. جانب الآخر، المحامين عندي مو هم من سحبوا، انت طردتهم. لم تقم محكمة بطرد اي المحامي ما عدا شخص لم يقدم وكالته امام المحكمة وقام يحكم بخطب سياسية وضربوا. هذا مو شخص. من اللي ضرب؟ ما حضرب. تجاهل. ما حضرب. شنو السياسة؟ ما حضرب. هو احنا ليش مجرمين؟ شنو واقفين؟ لا أنت متهم بدليل، ولك كامل الحكم بدليل. أنت تتحدى المحكمة، واقف بكل نبراتك، والمحكمة أنت تحمل بشكل انتقائي وخلافا للقانون.